الآن أنتم تعرفون ما هي القطاعات المخروطية ولماذا سميت بهذا الاسم؟ دعونا نرى إذا كان بإمكاننا فهم المعادلات الفعلية على القطاعات المخروطية بشكل أفضل واستخدام هذه المعرفة لنستطيع على الأقل أن ندركهم عندما نرى معادلة وما إذا رأينا معادلة يكون باستطاعتنا تحديدهم. إذن أول شيء يمكن أن نبدأ به هو الدائرة، وربما أنكم قد رأيتم ذلك منذ عدة سنوات أو رأيتم هذا الشكل، لكني أقوم بمراجعة في حال أنكم ما لا تعرفون الشكل العام للمعادلة أو الشكل العام لمعادلة الدائرة، وهو X تربيع زائد Y تربيع يساوي R تربيع، حيث R نصف قطر الدائرة، وهذه ستكون دائرة متمركزة على النقطة 0.0. إذن سأرسم بشكل عام هنا، إذن هذا محور X وهذا محور Y، والدائرة ستبدو هكذا. دعوني أرسمها بلون مختلف هنا. الدائرة ستبدو هكذا تقريبا، وتأكد أنها دائرة. حسنا، من المفترض أن تتمركز على 0.0، لكن هذه قريبة جدا، إذن سيكون مركزها هنا ونصف القطر. إذا انتقلت من المركز إلى أي نقطة على الدائرة سيأخذ المسافة R، فمن هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا يساوي R، وهذه الصيغة إلى حد ما عبارة عن امتداد للصيغة المسافة التي هي فعليا امتداد لنظرية فيثاغورس. فعلى سبيل المثال صيغة المكان، إذا كنت ترغب بإيجاد المسافة بين النقطة XY والنقطة 0.0، فما عليك فعله هو أن تأخذ الفرق لقيم X، لدينا X ناقص 0، وتقوم بتربيع هذا ثم نضيفه إلى المسافة بين مربعات y، y ناقص 0 هنا، وتقوم بتربيع هذا وهذا يساوي مربع المسافة دي تربيع. إذا قمت بتبسيط هذا، x ناقص 0 تربيع يساوي x تربيع زائد y تربيع يساوي مربع المسافة دي تربيع. إذن هذه المعادلة هي نقطة تجمع كل النقاط التي تقع أو تبعد تماما مسافة دي عن المركز النقطة 0.0، وهذا مجرد دائرة. وسأدعكم تفكرون بالأمر، وأعتقد أنني أوضحت هذا لكم في عرض صيغة المسافة والتي تستخرج من قانون فيثاغورس. وإذا لم يكن هذا واضحا لكم كفاية، فكروا قليلا بهذا وسيكون أكثر وضوحا. لكن على أي حال، ربما أنكم تعلمون هذا. ولإصابة النقطة، إذا كان لدينا معادلة كهذا، إذا كان لدينا X تربيع زائد Y تربيع يساوي 9، رسم هذه الدائرة سيبدو هكذا، هذا محور X وهذا محور Y، ثم نرسم دائرة ستبدو قريبة جدا. المسافة أو نصف القطر من مركز الدائرة ستكون 3، ولدينا 9 هنا. لماذا لم يكن نصف القطر 9؟ لأن هذا مربع نصف القطر، وتذكر الصيغة الأصلية التي أوضحتها لكم، X تربيع زائد Y تربيع يساوي R تربيع. إذا هذه هنا R تربيع، فإذا كانت R تربيع يساوي 9، إذا R تساوي 3، ولا يمكن أن تساوي ناقص 3، أعني أنه لا يمكن أن يكون نصف القطر سالب، أو إذا كانت هكذا فسنذهب باتجاه آخر، لكن سيكون نفس الشيء. إذا نصف القطر يساوي 3، إذا هذه الدائرة وهذا مباشر. لكن في حصص الجبر يقومون بتعقيد الأمور قليلا عن طريق إزاحة الدائرة، ودعونا إذا نحرك الدائرة بدلا من، دعوني أعيد كتابة هذا. إذن الدائرة غير المزاحة كانت X تربيع زائد Y تربيع يساوي 3 تربيع، وهذا نفس 9. ودعونا نقول أن الدائرة الجديدة، الدائرة المزاحة، هي X ناقص 1 تربيع زائد Y
زائد 2 تربيع يساوي 3 تربيع. الآن كل هذا يبدو معقدا ومتعبا، لكن كل ما عليك أن تدركه هو أننا قمنا أو استبدلنا x ناقص 1 أو ماذا حدث، نضع x ناقص 1 بدلا x، واستبدلنا y ب y زائد 2. وإذا هذا له النموذج الأساسي للدائرة، وحقيقة أننا أضفنا أو طرحنا أعدادا من الـ X والـ Y تفيد بأننا حركنا الدائرة. ولذلك السؤال التالي هو إلى أين حركناها؟ وربما ستقول باندفاع أنه ربما حركتها إلى بدلا من أن تكون نقطة المركز 0 0 هنا نقطة المركز صفر صفر أصبحت الآن ناقص 1 و2، وهذا صحيح، إلا أن على عكس هذه الإجابة المركز الجديد هو x تساوي 1. المركز الجديد هو x تساوي 1 و y تساوي ناقص 2. وربما سيكون هذا غير بديهي بالنسبة لك في البداية، وربما تريد أن تشاهد بعض العروض، وأعتقد أني أجريتها بالفعل أو ما أحاول عمله على إزاحة الأدوار، لكن الطريقة التي سنفكر بها هي أن المركز هذا هو x تساوي 0. إذا عندما تكون x y يساوي 0، x تربيع زائد y تربيع يساوي 0، أي أننا نبعد بمقدار 0 عن المركز، أو أننا نحن على المركز. إذا الآن إذا أردنا x أن تساوي 0 بعيدا عن المركز الجديد، فإذا هذه العبارة ستساوي 0. عندما x تساوي 0 فهذه العبارة تساوي 0. إذا الآن لنكون عند المركز للدائرة الجديدة. هنا إكس أو هذه العبارة يجب أن تساوي 0، إذا المركز الجديد سيكون عند إكس يساوي 1، وكذلك هنا يجب أن يساوي 0، والمركز سيكون عند واي تساوي 2. طريقة أخرى للتفكير بها هي دعونا نقول عندما واي تعرف ماذا سيحدث هنا عندما واي تساوي 2، على أي جزء من الدائرة تكون أو نكون عندما y تساوي 2، وهذا الجزء من الدائرة الذي نحن به في الواقع يمكن نرسمه عندما y تساوي 2. لنفترض أن نصف القطر يساوي 3 عندما y يساوي 2، سنكون حول هذه الدائرة، سنكون هنا أو هنا. الآن سنحرك الدائرة، وبدلا من أن نكون على 0 0 سنصبح على 1.-2. الآن نذهب للمركز الجديد x تساوي 1 y تساوي ناقص 2، المركز الجديد هنا. فإذا رسمت الدائرة الجديدة فستبدو هكذا. إنني أحاول أن أبذل جهدي لأرسم الدائرة وأريكم إياها في وضع الإزاحة. لا، هذه ليست جيدة، دعوني أرسمها هكذا، لقد ضغطت الزر الخطأ. إذا هذا ليس جيدا أيضا، دعوني أرسمها هنا، أظن هذه قريبة جدا، ليس علي الاستمرار. إذا ما قمنا به هو إزاحة هذه الدائرة بمقدار 2 للأسفل و 1 لليمين. فإذا أخذنا نقطة مركزها سنذهب بمقدار 2 للأسفل و 1 لليمين. وإذا كنت تفكر هنا عندما كانت y تساوي 2 سنكون على هذه النقطة أو تلك. النقاط المتساوية في الدائرة الجديدة ستكون هنا، هنا تقريبا في المكان الذي قمت بتحريكها، للأسفل على اليمين، للأسفل إذن على اليمين، ولنحصل على نفس الدائرة. هناك يجب أن يساوي كل هذا 2. هذا
هذه نفس النقطة على الدائرة، فإذا كان كل هذا سيساوي 2 إذن سيكون نفس العمل في المعادلة. وأتمنى أنني لا أزعجكم هنا. ثم الواي الجديدة ستكون 0، ترى هذا هنا على كلا النقطتين الآن واي تساوي 0. أعلم أن هذا ليس بديهيا، لكنني أريدكم أن تجلسوا وتفكروا به، يعني يمكنكم حفظه. هذه معكوس حيث لدينا x ناقص 1 و y زائد 2، ومن ثم انتقلنا بالإزاحة للمركز 1.-2، يمكنك حفظه إذا أردت ذلك. ما الذي يجعل هذا 0 وهذا 0؟ وهذا هو المركز الجديد، ولكن أريدكم أن تفكروا بالإزاحة. وبالطبع إذا أردت رسمه فعليك أن تأخذ هذا للأعلى. على أي حال دعوني أرى كم تبقى لي من الوقت. في الواقع لم يتبقى لي الكثير، لذا سأترككم هنا وسأكمل هذا في العرض القادم، حيث سأتحدث قليلا عن القطع الناقص.